طيب هسه اعتقد بدأ يسجل. تمام دكتور. ان موضوعنا اليوم فلوروسكوبي، ان اوفر فيو يعني نظرة عامة. فلوروسكوبي is an imaging technique، يعني نستخدم الفلوروسكوبي تقنية من تقنيات التصوير. commonly used by physician، يعني يستخدم باستخدام بالنسبة للإقصائيين to obtain real time moving image، للحصول على الوقت الحقيقي لأخذ الصورة of the internal structure of the patient، لتصوير من جسم المريض through the use of a fluoroscopy، باستخدام الفلوروسكوبي. Modern fluoroscopies، الفلوروسكوبيات الحديثة couple the screen to an X-ray image. couple يعني يعمل ثنائي بين السكرين to an X-ray image intensifier and video camera، كاميرا فيديوية أيضا، allowing the image to be recorded، تسجل الإيمج، هذه الصور تسجل and played on a monitor، يعني تسجل وتبث على المرقاب أو الشاشة. The layout of the modern fluoroscopic، يعني التخطيط الفلوروسكوبيات الحديثة system is shown in figure 1. is shown in figure 1. The X-ray tube is usually hidden، مخفي، under the patient. راح أشوفكم الصورة بعدين نرجع نكمل. لاحظوا هاي الصورة شباب، هاي الصورة صورة الفلوروسكوبي. هذا التيبل منظة الفحص مال المريض، هذا التيبل، هذا فلوروسكوبي اكس راي تيوب اندر تيبل، يعني الفلوروسكوبي بهاي الحالة يعني انبوبة الاشعة السينية موجودة تحت منضدة او سرير فحص المريض. الاكس راي تيوب، هذا الفلوروسكوبيك اكس راي تيوب اندر ذا تيبل اللي يضطجع عليه المريض حتى ناخذ الوضعية. I number one. Number two, Pucky diaphragm for overhead film. أيضا البكي موجود أسفل، و protective curtain أيضا هذه موجودة في الأسفل. كل هاي الأمور هسه راح نجي نشرحها بالتفصيل، موجودة في الأسفل. هذه البكي أيضا تشوفون هاي المنطقة، هذا البكي، وبعدين يجينا هذا حاجز، حاجز، وهذا منظة الفحص، بعدين نجي إلى هذا الجزء سبوت فيلم كاسيت. شوف الكاسيت صار فوق، هنا الكاسيت معطوط، هنا إيميج انتسيفاير، إيميج انتسيفاير، وأي هذا الجزء الحقيقة كاين أور سبوت فيلم كاميرا سينما، كاين يعني السينما or spot film camera، يعني كاميرا ديجيتال نقطوية، وهنا فيديو مونيتر تسجيل مثل تلفزيون تطلع عليه الصور. أن الحقيقة الصور ممكن تكون أوضح، ممكن تشوفها بالمحاضرة القادمة. هاي الصورة هم ما عليها عيب، واضحة يعني، إذا أنت تقرأ من الشرح على هاي الصورة راح تفهم الموضوع بشكل جيد. طيب، the layout of the modern fluoroscopic system is shown in figure 1 اللي لاحظناه بالصورة. The X-ray tube is usually hidden under the patient couch. couch يعني أنبوبة الأشعة السينية موجودة أو مخفية تحت الكاوتش مال البيشنت، يعني منظمة الفحص. Over the patient couch يعني أعلى من هذا are the image intensifier and other image detection device،
يعني الايمج انتنسيفاير واذر ايمج ديتكشن اللي تقتلنا الصور موجوده كلها اعلى من ضده الفحص. انواع اخرى من الفلوروسكوبس، اذر فلوروسكوبس هاف ذا اكس راي تيوب اوفر ذا بيشنت كاوتش. اكو انواع اخرى الفلوروسكوب، كل هاي الشغلات الاكس راي تيوب راح يكون بالاعلى، حاله حال انبوبه الاشعه السينيه العاديه اوفر ذا بيشنت كاوتش. And the image receptors under the patient couch. الإيمج ريسبتر والفيلم وكل هالأمور هذه راح تكون تحت منضدة الفحص. Some fluoroscopes are operated remotely. يعني بعض الفلوروسكوبيات تعتمد على نستخدم الريموت لتشغيله عن بعد. From outside the X-ray room، خارج غرفة الفحص. During image intensifying fluoroscopy, the radiologic image usually is displayed. يعني نعرض بعد هذا الشيء، نعرض الشيء اللي حصلنا عليه on a television monitor. نعرض الصور اللي حصلنا عليها بالتلفزيون. During fluoroscopy, maximum image detail is desired. يعني عرض تفاصيل الصور المطلوبة. يعني خلال عملية الفلوروسكوبي يعني صور كبيرة راح نعرض تفاصيلها. And if this is to be achieved، يتحقق much brightness must be high. يعني السطور راح يكون الوضوح والسطور راح يكون عالي عندنا. This is the principal reason for using the image intensifier. هذا هو السبب الرئيسي لاستخدام الانتنسيفاير. It raises the illumination، يعني يزيد لنا الإضاءة. It rises the illumination from the low level of the conventional fluoroscopy. يعني يزيد لنا الإضاءة من كانت قليلة إلى إضاءة كبيرة في حالة استخدام الفلوروسكوبي. وهذه الصورة اللي حكينا عنها بالنسبة لأجزاء الفلوروسكوبي. طبعا بالتأكيد شباب، بالتأكيد عند استخدام الفلوروسكوبي أيضا هناك أشعة مشتتة، يعني scattered radiation. وهي scattered radiation الحقيقة ممكن أن تكون primary scattered radiation، يعني أشعة مشتتة الأولية. هذه occurs in all directions from the patient، هذه تحصل بكل اتجاهات من المريض. ونمبر 2 هاي إضافات طبعا. ونمبر 2 secondary scattering، التشتت الثانوي is at very low level، مستويات قليلة of intensity during primary radiation، مستويات قليلة during intensifying of primary radiation، الأشعة الأولية. And the back scattered radiation، الأشعة المشتتة الخلفية اللي قلت لكم عنها الصبح، is a type of beam that is scattered backward، ترجع باتجاه الأنبوبة، ترجع باتجاه الأنبوبة، that is scattered backwards from the surface that is penetrated، من السطح اللي تحاول الأشعة أن تخترق ذلك السطح. طيب عندنا الفلوروسكوبي يوزيج تايب، هذا الجهاز اللي تشوفوه نسميه سي ارم فلوروسكوبي. بالمحاضره القادمه راح نشرحها هذه بشكل اوضح الحقيقه، لان عندنا احنا تو مين تايبس اوف فلوروسكوبيك equipment، هناك نوعين رئيسيين من أجهزة الفلوروسكوبي.
يوز نستخدم، ممكن ان يكون فيكست ثابت او ان تكون موبايل متحرك. فهذا من النوع المتحرك، هذا من النوع المتحرك. فان فيكست ديفايس الجهاز الثابت، وان الموبايل فهذا سي ار فلوروسكوبي. في تكمله المحاضره القادمه ان شاء الله راح نشرح عن هذا الجزء. ان الفلوروسكوبي يوزج تايب، ايضا اضافات راح تسمعون صوتي بالتسجيل وحاولوا ان تفهموه بشكل جيد. فلوروسكوبي يوزج تايبس عند كونتينيوس فلوروسكوبي نمبر 1، وعند نمبر 2 هاي سبيد فلوروسكوبي، ونمبر 3 بالست فلوروسكوبي. نجي على اول وحده اللي هو كونتينيوس فلوروسكوبي. Found in all the old machines. يعني الكونتينيوس فلوروسكوبي نشاهد هذه الحالة الكونتينيوس فلوروسكوبي in all old machines، يعني في الأجهزة القديمة. And is still format، أيضا صيغة مستخدمة لحد الآن في التنظير المستمر. That is used. Number two, fluoroscopy continuous as long as the pedal is held down، أنت الضغط على الدواسة تشتغل عندما نضغط على الدواسة حال أي دواسة، سواء بريك مال سيارة أو بنزين مال سيارة بيها دواسة حتى تشتغل. This format is used incorrectly، يستخدم بشكل غير صحيح by many physicians. هاي التقنية مال continuous fluoroscopy الحقيقة استخدامها راح يكون خاطئ من قبل ناس تقنيين كثر. From the aspect of the radiation safety, this is very dangerous. الحقيقة إذا ساءوا استخدامه راح يكون خطر جدا هذا الجهاز. And the number two, high speed fluoroscopy used in situation بشكل مرافق where normal fluoroscopy is inadequate، يعني غير كافي. عندما يكون النورمال فلوروسكوبي غير كافي نستخدم الهاي سبيد فلوروسكوبي. و it is not recommended، يعني غير موصى به، يعني دائما ما يوصل باستخدام الهاي سبيد فلوروسكوبي. وعندنا نمبر 3 بالست فلوروسكوبي. The image speed and the frames، اللقطات per second rates is selected، يصير اختياري. This is the most advantageous format، يعني هاي الصيغة المستفاد منها في البالس فلوروسكوب. هذه إضافات الحقيقة أو إغناءات للمحاضرة مالتكم. نرجع إلى بي إيمج انتنسيفاير. إيمج انتنسيفاير تيوب. إيمج انتنسيفاير تيوب is a complex electronic imaging device. Image intensifier tube is a عملية، يعني جهاز معقد إلكتروني. Imaging device يعني التصوير، جهاز تصوير. That receives، يستقبل the beam and converts it to light. And يعني يستقبل حزمة الأشعة السينية and converts it to light. That increases the intensity of the light. إذن هذا واجب intensifying screen، استقبال البيم of X-ray and convert it into light and increases the intensity of the light. The tube is usually contained in a glass، يعني هذا الأنبوبة دائما موجودة داخل glass envelope، يعني مثل ما قلنا أنبوبة الأشعة السينية دورق زجاجي. In a vacuum، مفرغ من الهواء. That provides، يوفر some structural support، يعني دعم، تراكيب دعم. The tube is mounted inside a metal، هذا التيوب أيضا موجود داخل معدن. Container to protect it from the rough handling،
وهذا الكفر الميتال اللي يحيط بالانبوبه الحقيقه يمنع الرف هاندلنج الحمل الغير الجيد او من الكسر او من شابه ذلك and possible breakage ومن الكسر او ما شابه ذلك. The image intensifier tube is approximately 50 سنتيمتر long. The image intensifier tube is approximately 50 سنتيمتر long. طيب راح اسال سؤال. راح اسال سؤال. شنو واجب الانتنسيفاينج سكرين في أجهزة الأشعة السينية؟ راح أسأل طلاب. أسأل طلاب وأشوف. أبرار حسين. اللي أصيح اسمه مباشرة يقول نعم، ما يقول نعم راح أعبر. أبرار حسين. طيب. أسيل نعمان. أحمد معن. اللي يصيح اسمه رأسا يقول لي نعم. أحمد نوفل. إيهاب علي صالح. آية عبد الخالق. حمزة إبراهيم. حمزة علي أصغر. شروق شامل. شهد محمد ذنون. مصطفى تسمعوني؟ الو. نعم دكتور نسمعك. زين جيد، طالما تسمعوني جيد. عبد الحكيم كنعان. ماريا ادريس. محمود شاكر. معكم كلهم ما موجودين الافنديه. مؤمن عبد الله. طيب. نزهة ابراهيم. يوسف محمد خليل. مريم براق. زين ما شاء الله العدد يبشر بخير. أحمد خالد. أحمد صباح. أسماء عبد الهادي. خلي ناموا. آمينة مجاهد. زين. رؤى خالد. رحمة منهل. سدرة نكتل. شمس نشوان. شهد وائل. علي عبد الرحمن. علي إبراهيم. علي طلعت. عمر بشار. عمر غانم. محمد نزار. محمود صميم. نسرين يحيى. نوال طاهر. نور قحطان. بعد. طيب زينب إبراهيم. نعم. جاوبي زينب. نعم أستاذ. فائدة الانتفاعي سكرين يحسن من جودة الصورة. الفيلم الشعاعي العفو. بعد.
بعد زينب. أي يحسن من كفاءة الصورة ويجعل تعرض التعرض أيضا يكون أقل للإشعاع. وش يحول لنا؟ ايش يحول اجراء التحويل؟ أشون يعني إجراء التحويل؟ فوتونات، ما يحول فوتونات الى بلي ايه؟ إيه، حول الفوتونات. على كل عافية زينب، عافية. أنا بالدوام وأعتذر يعني ما أعرف. عافية، لا لا عافية، أنت جاوبتي وموجودة. على أي حال نرجع للبقية، لأن السؤال بعد بجواب آخر. أحلام صالح، أحمد بشار، أحمد خضير، محمد عباس، رعد بدران، رغد علي، رغد عبد الواحد، ريثا أنور، سوسن سلوان، عبد العزيز رفل، عبد الله سالم، غفران حسن، فاطمة كاظم، كوثر طلعت، منى علاء، منى محمد جاسم. دكتور من البداية بس صحت اسم آية، ما عرفت آية منو. آية، هسه عبرنا آية نشوف غير آية. تمام. منى محمد جاسم، هذال إبراهيم، وسن عبد فتحي. ما شاء الله. زين نبدي بالمحاضرة وبعدين نكمل سؤال آخر. هذا الجهاز اللي تشوفوه أمامكم أيضا، الرسم، هذا الرسم مخطط أيضا، أنبوبة الأشعة السينية وانتنسيفاينج سكرين وتصوير شعاعي. يتم أن الصور واضحة بالمحاضرة الجاية أيضا، راح تكون Image intensifying tube is a complex. شرحنا هذه الحقيقة. ننتقل Image intensifying screen tube consist of. إذا intensifying screen tube consist of number one input phosphor. راح أشوفكم الرسم، هذا الرسم الأمامكم الحقيقة يوضح لنا Image Intensifying Screen، مقطع مقطع. يعني بالبداية الحقيقة أكو فوتونات راح تجينا من جهة اليسار، فوتونز. بعدين الطبقة الأولى عندنا Input Phosphor، الطبقة الثانية فوتو كاثود، بعدين راح نحصل إلكترونات، بعدين عندنا إلكتروستاتيك لينسز، عدسات يعني تعمل عمل المضاعف، المضاعف اللي أخذته دائما حتى يحافظ على نفس الشدة ونفس الكثافة، وأجلاس إنفيروب مثل ما قلنا. ونجي على الأوتبوت فوسفور والأنود واللايت اللي يخرج لنا اللايت، راح نجي نشرح هذه واحدة واحدة في سرد الحديث مالنا. إذا إيميج إنتنسيفاينج تيوب، راح إنبوت فوسفور. شنو واجب الانبوت فوسفور في الانتنسيفاينج سكرين؟ conversion of incident x-ray into light. input phosphor conversion of incident x-rays into light photon. يعني واجب او مهمة او the function of input phosphor is to conversion
of incident X-rays يعني تحويل الأشعة السينية الساقطة إلى light فوتونات من الضوء light photons. طيب X-rays that exit اللي تخرج the patient من الشخص and are incident on the image intensifier tube are transmitted through the glass envelope. يعني الأشعة السينية التي تخرج من جسم المريض راح تسقط on the تسقط على الـ image intensifier tube are transmitted through the glass envelope داخل الدورق الزجاجي and interact تتفاعل وتصطدم with the input phosphor with the input phosphor. إذا أنتم لو لاحظتوا الصورة أمامكم إذا عندكم كنت صورتوا الملزمة input الفوتونات راح تجي تسقط على الطبقة الأولى اللي هي input phosphor واجبها conversion of incident X-ray into light photon. Input phosphor هذه الطبقة constructed تتكون of cesium iodide. إذا الطبقة الأولى اللي هو input phosphor تتكون من cesium معدن cesium iodide. It is responsible for مسؤول عن هذه الطبقة cesium dioxide iodide is responsible for converting the incident photons energy to burst of visible light photon يحولنا إلى ضوء يعني ومضة أو مثل انفجار أو ما شابه ذلك من الضوء الفوتونات الضوء المرئي as occur with radiographic intensifying screen نفس ما يحصل في الـ intensifying screen. طيب شنو واجب الـ intensifying screen؟ What is the function of phosphor in intensifying screen for fluoroscopy؟ نجي ابتهال إدريس إبراهيم طه أحمد غني أنور نشوان أنور جاوب تحويل الأشعة السينية إلى فوتونات ضوئية إلى فوتونات ضوئية عافية شنو المادة اللي تتكون منها؟ يتكون من يوديد السيزيوم سيزيوم أيودايد عافية 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 أنور طيب نبدأ بالمحاضرة نكمل هاي هي الصورة اللي حكينا عنها لو تلاحظون انه هاي الفوتونات الساقطة هاي الفوتونات الساقطة هذا اول فيس او اول طبقة تجينا من الـ intensifying screen image intensifying screen اللي هو input phosphor اللي اذا نحكي على input phosphor حاليا اللي قلنا تتكون من سيزيوم ايودايد ومهمتها تحويل بيم الاشعه السينيه الى فوتونات ضوئيه. ان الطبقه الثانيه ايه هاي الطبقه؟ هاي السوداء هاي الطبقه فوتو كاثود نسميه فوتو كاثود واجب الفوتو كاثود اذا نمبر 2 فوتو كاثود شنو واجب ذا فانكشن اوف فوتو كاثود؟ كونفرشن اوف لايت فوتون انتو الكترون شوف ايش صار اخذنا فوتونات حولناهم الى ايش؟ الى ضوء فوتونات من الضوء هسه انا ايش نعمل؟ الفوتو كاثود يحول لنا فوتونات الضوء الى ايش؟ الى الكترونات اذا conversion of light photon into electrons thin شنو من ايش يتكون هذا؟ thin metal layer طبقه من معدن طبقه خفيفه من معدن bonded directly to the input phosphor مرتبط مع الانبوت فوسفور ممكن ان يكون على شكل ارك على شكل قوس او ممكن ان يكون ستريت ممكن ان يكون على شكل خط مستقيم فهذا لا تتفاجئون بماكو مشكله ممكن ان تكون
ارك يعني قوس، وممكن ان يكون شيء اذا قريته في بعض المصادر مستقيم فهي صحيحه. The metal layer bonded directly to the input phosphor, usually made of cesium and antimony. ايضا هذول معادن. اذا تركيبه هذا الفوتو كاثود من ايش يتكون؟ يتكون من cesium and antimony compounds that respond to light stimulation. يعمل على يرد على تحفيز الضوء. light stimulation يعني تحفيز الضوء. and photo emission الانبعاث الضوئي. electron emission after light stimulation. the number of electrons emitted is directly proportional to the light intensity of the incident x-ray photon. يعني عدد الالكترونات اللي تتحرر تتناسب طرديا to the ايش؟ تتناسب طرديا to the light intensity شدة الضوء of the incident x-ray photon شدة الضوء بالنسبة للx-ray photon. A potential difference of about 25,000 volt is maintained تحافظ عليها across the tube between photocathode and anode so that the electrons of photo emission will be accelerated to the anode. يعني الفولتية اللي راح تصير داخل هاي هذا الفضاء بالجلاس انفلوب تصل الحقيقة إلى 25,000 فولت. هاي من شلون يصير؟ هاي كلها بالمضاعفات الموجودة اللي موجود عندنا الكتروستاتيك لينسز. يعني هذه الكتروستاتيك لينسز هذه فوق نفس الشيء هذه كلها عبارة عن جلاسز مرايا تعكس لنا هاي الالكترونات الموجودة بالداخل والضاعف هاي الالكترونات حتى نحصل نحافظ على هاي الفولتية 25,000 فولت maintained across the tube between photocathode and anode. بين الفوتوكاثود وين الفوتوكاثود؟ هذا هو الفوتوكاثود. وين الانود؟ هذا بالاخير هذا الانود. يعني الانود نعم الانود. So that the electrons of photo emission will be accelerated to the anode. طيب سؤال، من ايش يتكون الفوتو كاثود؟ نجي على الأسماء. حمين يقظان، حوراء ثابت، ديار حازم، راغدة إبراهيم، سعود عواد، سولاف نايف. هذه يمكن مبطلة هذه. عبد العزيز محمد، علي محمد خلف، عمار غانم، عمر جمعة، عمر نبيل، ميلاد بشير، نور لقمان، هيفاء صبحي، ياسر ميسر، يحيى علي عناد، يونس محمد يونس. كلهم هذول ما موجودين. دكتور؟ نعم. تكون مصنوعة من مركبات السيزيوم انت مني دقيقة على كيفش؟ انت مني؟ حنان. أنا قريت اسمك؟ لا دكتور، بس حبيت أشعر. أي نعم دكتور. شو وقت؟ أنت بأي شعبة؟ أنا بسي. من زمان قريت اسمك. لا دكتور والله ما سمعت أنا. يبقى شلون ما سمعتي؟
لا من قبلها الشعب، الشعب كان قبل سكريت اسمهم. لا تجاوبين على اي حال. اللي مصطفى معايا؟ مصطفى أعتقد ما موجود دكتور. ليش؟ عجب، مصطفى دائما موجود، لازم النت يسمع عنه. انفصل. نعم دكتور. النت فصل عنده لازم. على كل اللي هسه عندنا الطبقة الثالثة، الفوتوكاثود قلنا، الطبقة الثالثة الكتروستاتيك لينسز. الكتروستاتيك لينسز يعني العدسات الكهربائية لينسز. هذا فوكاليزيشن اوف الكترون. ايش يعملون هذولي؟ يعملون تركيز للالكترونات. فوكاليزيشن اوف الكترونز اونتو ذا اوتبوت سكرين. اونتو ذا اوتبوت سكرين. اوتبوت سكرين راح اشوفكم اوت. هاي السودا بالاخير هذا اوتبوت سكرين، وهذا قبله الحقيقه هنا الانود، وهذا اللايت الخارج، الضوء اللي راح يخرج. الضوء اللي راح يخرج. طيب فايش عندنا؟ قلنا الكتروستاتيك لينسز فوكاليزيشن اوف الكترونز اونتو ذا اوتبوت سكرين. A series of lenses يعني مجموعة متوالية من العدسات located along موضوعة على طول المسار along the length of the tube of men to maintain حتى تحافظ proper focuses التركيز المناسب of the photo electrons emitted from the photocathode by minimizing by maintaining maintaining يعني المحافظة the kinetic energy of them. يعني هذول العدسات عبارة عن سلسلة متوالية من العدسات موجودين داخل الانفروب جلاس محطوطين على طول المسار حتى يحافظون على a proper focus. focus يعني التركيز المناسب of the photo electron emitted from the photocathode المنبعث من الفوتوكاثود by maintaining the kinetic energy of them للمحافظة على الطاقة الحركية لهذول الإلكترونات. Number four. Number four. Output phosphor. Output phosphor. واجب الـ output phosphor conversion تحويل of accelerated electron into light photon. إذا لو سئلنا what is the function of output phosphor in intensifying screen؟ نقول the conversion of accelerated electron into light photon. Surface يعني يخدم to increase illumination الإضاءة of the image by converting تحويل photo electrons to light photon. يحول لنا الفوتو الكترونات الى لايت فوتونات ضوئيه. Upon interaction خلال التفاعلات the incident photo electron is multiplied and converted to 50 الى 75 times as many light photon. الانتراكشن هذا الانسيدنت مالهم انسيدنت فوتو الكترون اللي فوتو الكترونات الساقطه is multiplied يعني تتضاعف and converted تتحول من 50 الى 75 times as many light photon. عندنا C brightness gain يعني مثل ما نقول البرايتنس اضاءه الجين يعني يعني مسدس يجي معنا مسدس او نقطه اضاءه او ديفايس فور برايتنس هالامور هذه. This ability هذه القابلية of the tube to increase the illumination الإضاءة level مستويات الإضاءة of the image عند معادلة البرايتنس gain معادلة راح تساوي لنا magnification gain في flux gain. أن النقطة الأخيرة magnification gain يعني ربح السطور أو السطور. The ratio عبارة شنو عن نسبة the ratio of the square
of the diameter يعني مربع القطر of the input phosphor to the square على مربع القطر of the output phosphor. إذا المagnification gain عبارة عن the ratio of the square of the diameter of the input phosphor to the square of the diameter of the output phosphor. يعني هذه تصل أهم أن تكون معادلة، يعني صار عندكم معادلتين بالبرايتنس جين وبالماجنيفيكيشن جين. وأن the last one flux gain الفيض the ratio of number يعني النسبة عدد of light photons عدد فوتونات الضوء at the output phosphor to the number at the input phosphor. يعني flux gain إذا جاك flux شنو flux gain تقول the ratio of number of light photon at the output phosphor to the number of number at the input phosphor. احنا راح الحقيقة هذه محاضرتكم اليوم، لكن فقط مر سريع راح اقول لكم component of fluoroscopy. بالمحاضرة الجاية ايضا راح نعيد ان شاء الله الكومبوننت مال فلوروسكوبي الاجزاء. اذا كان الاجزاء طبعا اسفل الكاوتش اسفل منضده الفحص اكس راي جنريتر، بعده يجينا اكس راي تيوب، بعد الاكس راي تيوب كولوميتر، بعده فلتريشن. يعني الجهاز اللي شرحت لكم عليه داخل المختبر اعكسه بالكولوم ماله بالعمود ما موجود فوق اعكسه كأنما تخليه جوا المنضده، فيصير اكس راي جنريتر، اكس راي تيوب، انبوبه الاشعه السينيه، كولوميتر مسدد، وفلتريشن. كل هذا راح يصير اسفل المنضده. ايش راح يجينا بعدين؟ يجي من التيبل. فوق التيبل ايش اكو؟ اكو البيشنت مالك اللي راح تاخذ له فحص. بعد البيشنت ايش راح يجي؟ يجينا جريد، ويجي بعد الجريد ايمج انتنسيفاينج سكرين، وبعدين يجينا اوبتيكال كابلينج، وبعدين يجينا فيديو كاميرا، بعدين يجينا التلفزيون او المونيتر. هذه هي الحقيقه الاجزاء الرئيسيه للكومبوننت اوف فلوروسكوبي. شكرا جزيلا. راح اطلع من المحاضره، واذا اكو اي سؤال او اي استفسار تقدرون تسالون بعد لحظات.